النهارده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أصدرت بيان بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها. المعروف إنه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هو كيان سياسي بيضم 26 حزب سياسي ومئات الشباب من مختلف الأيديولوجيات والأفكار. بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة شاهين. كيف تقيم هذه التجربة، تجربة التنسيقية في إطار التجربة السياسية المصرية؟ في البداية طبعا حابب أهنيهم بالذكرى السادسة وبأثمن يعني اهتمام الدولة المصرية بملف ورعاية تمكين القيادات الشبابية. أقدر أقول إن دور التنسيقية هو كان بعث الحياة السياسية، ونقدر نقول إن هم في المرحلة اللي فاتت دي فعلا كانوا فخر صناعة السياسة المصرية على المستوى الشبابي. التنسيقية كان ليها تأثير كبير جدا على مستوى التأهيل السياسي المكثف للشباب، مستوى التمكين السياسي على المستويات التنفيذية وعلى المستويات التشريعية. كان طبعا حوار راقي مختلف زي ما حضرتك قلتي، من مختلف الأيديولوجيات على أرضية وطنية بتتبنى مبدأ الحوار بديلا عن الصراع. طبعا احنا شفنا يعني من خلال المتابع لعمل التنسيقية عمل دؤوب على مختلف الأصعدة، سواء على مستوى السياسات، أوراق العمل، ورش العمل، التحرك في الفعاليات، التحرك في الأزمات. شفنا عليهم تواجد في رغم الظروف اللي موجودة في كورونا، الأزمة الروسية الأوكرانية، موقفهم من الحرب في غزة. قدموا ما يسمى السياسة بمفهوم جديد، وده من خلال التواصل المباشر مع المواطنين ومن المعنيين. شفنا تحركات كبيرة منهم على مستوى التحرك، على مستوى الوزارات، الاحتكاك بالمسؤولين، تقديم مبادرات. طبعا شفنا أدائهم كبير والراقي جدا فيما يتعلق في البرلمان، وقدموا مفهوم جديد ما يسمى أغلبية التأثير. فعلى الرغم مش هم مش الأغلبية المطلقة في البرلمان، ولكن أدائهم في البرلمان على الحقيقة نجد ان هم من أنشط الناس اللي موجودين، سواء في الجلسات العامة او في اللجان او في طرح او المقترحات. ايه اهم الملفات او ربما الاطروحات او المبادرات اللي قدمها تنسيقيه شباب الاحزاب، وشفت ان هي غيرت او ساهمت بشكل ايجابي في الحياه السياسيه المصريه؟ لا هم طبعا كان لهم مشاركه كبيره جدا. يعني مثلا في البرلمان انا شفت يعني تحرك على مستوى ملف تكنولوجيا المعلومات، وده كان تكليف من السيد الرئيس بشكل كبير جدا. شفت مناقشتهم اصلا فيما يتعلق بقصه التنميه الصناعيه وقضيه الملف المتعلق بملف الثروه المعدنيه اللي موجوده لمصر وانشاء هيئه للكلام ده. لا شفت طبعا مناقشتهم لملفات كتيره جدا، شفت اقرار قانون للبيئه ليه شكل معين، شفت مناقشاتهم المختلفه في الورش اللي هم كانوا عملوها، ومناقشه ملفات في التعليم وشكله. شفت هم بالنسبه لهم في الحوار الوطني كان لهم اداء كبير جدا في كل الملفات. كانت القيادات التنسيقيه لا دايما بيطرحوا رؤى متميزه بالطرح الموضوعي، بالطرح الجاد، بيقدموا مقترحات، دايما بيقولوا نقاط التحديات ونقاط الايجابيات اللي موجوده. فشفنا لا كان في عدد النواب في الغرفتين كانوا بيشتغلوا كخليه نحل شغاله. طبعا شفنا ان هو النواب المحافظين، شفنا نواب الوزراء وهم شغالين. فعلى الحقيقة أنا شايف إن هي دي تجربة رائدة، وكانت بتمثل وجه مشرق للسياسة في مصر. يعني إحنا كان عندنا مشكلة إن إحنا بالنسبة لنا الشباب بعد 25 يناير وبعد 30 يونيو هو بالنسبة لهم الشباب كان إحنا عايزين حوار هادي، إزاي إحنا كمصريين نجتمع على كلمة سواء في الملفات الرئيسية. ورغم اختلاف الايديولوجيات ال 26 حزب اللي موجودين وتوجهاتهم المختلفه، الا ان التنسيقيه استطاعت ان هي تجعل في نسيج على الحفاظ على الاختلاف الايديولوجي، ولكن طريقه اداره الخلاف، طريقه ان احنا بالنسبه لنا نلتف حوالين الاهداف الكبرى للدوله المصريه، الاهتمام باعداد الشباب ده على مستويات مختلفه، فكان نموذج مهم جدا. وانا شايف ان التجربه دي يمكن ان هي بالنسبه لها تساهم بشكل كبير جدا كنموذج ناجح في كيفيه التعامل في الملف المصري عموما، وزياده الوعي والتماسك الاجتماعي على خلفيه وطنيه، وده اللي زي اللي شفنا اثره في الحوار الوطني. ان احنا بالنسبه لنا لما بنجمع الناس بشكل معين
هو بالنسبه لهم بيكون الاداء ليه شكل مبهر. نعم. ارى ان هم بالنسبه لهم في المستقبل محتاجين يوسعوا القاعده دي، تعمم على المستوى الثقافي، تعمم على المستوى الاجتماعي، يكون في تحرك اكبر على الواقع، التجربه دي تكون مدرسه للاعداد السياسي. طبعا من الاشياء المهمه جدا اللي استفادت منها التنسيقيه ان الكوادر اللي جوه التنسيقيه احزابها استفادت بشكل كبير جدا من النواب اللي دخلوا في التنسيقيه، استفادت بشكل كبير جدا من القيادات اللي رسمت تصور داخل احزابها مثل ما حدث في التنسيقيه. فكل شاب من الشباب دي لما رجع لحزبه عشان يقول كيف تصنع اوراق السياسات، كيف نصنع الورش، كيف وكيف وكيف. نعم. فكان في امور كتير جدا تعلموها ونقلوها الى احزابها. عشان كده انا شايف ان هي التجربه دي يعني بصراحه تجربه مبهره، وانا شايفها علامه فارقه في الحياه السياسيه المصريه، وكان تمهيد جيد. نعم. للحوار الوطني. شكرا دكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الاصلاح والنهضه.